يقول السائل: ما حكم استعمال قطرة الأنف للصائم؟ لا تجوز القطرة في الأنف للصائم لأنها تذهب إلى الحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق في الوضوء خشية أن يذهب الماء إلى حلقه، والقطرة تذهب إلى الحلق، إذا وضعتها في فمك ذهبت إلى الحلق، فلا تستعملها وأنت صائم.